اول حاجه كده عايزاكي تقولي لي انت حاسه بايه دلوقتي حالا؟ حاسه بكميه ادرينالين في جسمي مش طبيعيه، وحاسه بحريه كده ومبسوطه قوي وفخوره بنفسي ان انا عملت النطه دي، ومبسوطه قوي ان انا طرت فوق الاهرامات وعملنا فورميشن، واحنا اول ناس تعمل يعني اول مره يتعمل فورميشن فوق الاهرامات. طبعا احنا ما كناش شايفين الهرم قوي يعني عشان كان كله سحاب، بس لما نزلنا تحت السحاب شفنا الهرم وشفنا مصر من فوق، منظر رهيب رهيب. يعني انا عملت سكاي دايفنج في زنزبار قبل كده، بس هنا يعني احلى مليون مره. طيب انت جربتي التجربه دي قبل كده في زنزبار زي ما قلتي، ايه المختلف قوي عن التجربه بتاعتك هناك والتجربه هنا؟ هو المختلف ان احنا عندنا هنا كميه مناظر واثار وحاجات رهيبه مش موجوده في اي بلد تانية، وان انت تنطي فوق الاهرامات اللي هو يعني من اقدم ومن اعرق الاثار اللي موجوده في العالم. لما تحسي انك بتعملي الحاجه دي في بلدك احساس مختلف عن ان انت تبقي بتعمليها في بلد تانية، والمنظر نفسه صدقيني رهيب 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 يعني. طيب لو هتقولي رساله لصحابك او للناس عامه علشان يجوا يعملوا المغامره دي هم كمان، هتقولي لهم ايه؟ هيفوتكم نص عمركم لو ما عملتوش سكاي دايفنج في مصر، عشان غير اي حاجه تانية، غير اي بلد تانية. طيب ميان عايزينك بقى، فاكره الفويس نوت اللي انت عملتيها قبل ما تطلعي الطياره؟ عايزين بقى نسمعها دلوقتي. ماشي. انا مش خايفه خالص، انا بالعكس انا متحمسه وحابه قوي ان انا اعمل سكاي دايفنج هنا في مصر، ومبسوطه ان ناس كتير هتعرف تعمل سكاي دايفنج هنا، وده مش اي كلام والله، ده كلام من قلبي. من قلبي يعني. فخوره بنفسي عشان انا بعمل مغامرات، بعمل حاجات حلوه، مجنونة كده ومغامرة في نفسي. وعايزة أقول إن أنا بحب مصر.